يقرقع. هل تعطيني سكر شوي بس؟ ما في سكر، غطي اصبعك ابو سعد. هل في موضوع معين اقدر اخذ منه الشيء هذا؟ انه هل انت عندك فلوس؟ هل انت شخص الله رازقك سلطان؟ ايش الاسئله؟ انا قاعد اسالك ابو سعد. لا انا قلت لك، شوف شوف فقرتك شو اسمها هذه اللي من الاخر؟ من الاخر اي يعني من الاخر يعني وش؟ لا لا اعطنيها بالعاميه. اي من الاخر، ما في امشي من الاخر. هل انت شخص يمتلك مال؟ تبي فلوس؟ انا اسالك. تبي فلوس؟ انا اسالك. اجل تسال. ما عندي فلوس، انا اسالك. هل انت شخص يملك من المال ما الله به عليم وفير؟ لا 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 لا، انا انسان دخلي على قدي ومثلي مثل اي شخص دخله متوسط عادي. دخل عايش على وظيفته. حلو. ورزق يعني اللي يجي من الله. حلو، يعني داخل برنامج تدور فلوس او تدور مراكز جايزة؟ والله ما يهمكم، والله ما يهمكم. مو همك. لا والله. اللي يسقي الطير واللي يغني الدابة في جحرها. صحيح. ما بعجزان انه يغنيني يسقي. لا بس انا اللي انا استوحيته انه لما يشوف شخص، اوكي انت عندك جيب لكسس صح؟ حلو. اللي يشوف سيارتك ويشوف هندامك ويشوف كلامك يحس انك رجل ملياردير يعني. عليك خصم يوم ذكرت السيارة. عادي. طيب. مسموح. أدي السؤال. اللي يشوف سيارتك، جيب لكسس، هندامك، أسلوبك، طريقة كلامك، أيا كان، يحس أن الرجل هذا عنده فلوس. هل أنت فعلاً؟ لا لا. دخلي على قدي. يعني تحب المظاهر أنت. حتى لو أنك شخص ممكن ما عندك فلوس بس أنك تحب تركب. حياتي أقصر من أني يا أخوي أوفر شيء على شمال، بس خلني ألبس، خلني أستانس. حلو. ما هي برايحة معي للقبر. إن عاد تسلف أو تأخذ قرض أو أيا كان عشان والله تشتري سيارة. إذا السلف يقول لك الدين قلايد رجال. هذا شيء طبيعي، أي واحد سلف. أنت تسلف. أتسلف أنا أفتح مشروع، أتسلف مثلا أقضي حاجة. لا 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 أنا ما أساسية. بعد أنا ما بعد تسلفت وشرت سيارة. وشرت سيارة ولا لبست، ما أخذ حقوق الناس وحطها علي. ما أنت من هذا. غير مجزي أبدا. حلو. عبد الله بن جليغم، شخصيتك جوا البلد.